نظام دمشق ارتباطه بإيران ليس ارتباطا عاديا، وإنما هو ارتباط عضوي، والنظام يدين ببقائه حتى الآن أو استمراره في السلطة إلى إيران في جزء كبير منه، ثم إلى الروس. أضف إلى ذلك أن اليوم إيران هي ليست حليف للنظام فقط، وإنما هي شريك في اتخاذ القرار، بل ربما لا نبالغ إن قلنا هي صاحبة القرار. إيران تعتبر دمشق هي أو سوريا هي امتداد حيوي لمشروعها، هي تعتمد السياسة الإيرانية المشروع الإيراني على التمدد، هو يتمدد في لبنان، في اليمن، في العراق، وسوريا يعتبرها ركيزة من ركائزه. لذلك عندما نقول تجريف الأثر الإيراني أو الخطر الإيراني من سوريا يبدأ بإسقاط نظام بشار الأسد، إذا أرادت الدول العربية أن تقاوم النفوذ الإيراني وتتوقل الخطر الإيراني فتعمد إلى إسقاط نظام بشار الأسد. المشكلة ليست في الحل العسكري ولا في القوة العسكرية، المشكلة في التوافق، المشكلة أن يكون هناك توافق عربي، أن يكون هناك إجماع عربي على أن يكون هناك توافق للوقوف في وجه كل التحديات أو كل التهديدات التي تهدد الوطن الدول العربية من كل الجوانب. يعني تركيا تشكل تهديد، إيران تشكل تهديد، إسرائيل تشكل تهديد، الإخوان المسلمين يشكلون تهديد، هناك مجموعة من التهديدات التي تهدد كل المنطقة العربية. يجب الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هناك سياسة وتوافق عربي على الوقوف متحدين كل تلك التهديدات.